وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: خالط الناس مخالطة إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. هل نخالط الناس أم ننعزل عنهم؟ وإذا خالطناهم هل نتلون بلونهم أم نكون فيهم ولا نكون معهم؟ الانعزال يكفينا شرور الناس، الانعزال يقينا آثام الناس، الانعزال قد يفرغنا لطاعة الله ويبعدنا من الأشرار، خاصة وإن في المجتمع صالحون وطالحون وأخيار وأشرار وعلماء وجهال، خليط من البشر، هؤلاء هم الناس. أليس من الأفضل أن لا نختلط بأحد وأن ننعزل عن كل أحد؟ وهل ذلك أساساً ممكن؟ بعضهم يقول: لو كانت الشراكة مع الناس والاختلاط بالناس أمراً صحيحاً وجيداً لاتخذ الله شريكاً ولا اختلط بعباده. هؤلاء ينسون أمرين: الأمر الأول أنه لا مجال للمقارنة بين الخالق والمخلوق، بين الصانع والمصنوع، بين الرب والمربوب، خاصة وأن الله غني بذاته ونحن بالمطلق محتاجون. ربنا لا يحتاج إلى أحد حتى يختلط بأحد، حتى يتخذ أحدا شريكا لكي يساعده، لكي يعينه، لكي يخرجه من الوحشة والوحدة. كل هذا ما له معنى بالنسبة إلى الله. أما بالنسبة إلينا نحن العباد، فنحن بحاجة إلى الآخرين. لا يمكننا أن نعيش كبشر إلا إذا تعاوننا مع غيرنا واختلطنا بغيرنا وأعطينا وأخذنا من غيرنا، فلا مجال للمقارنة. ثانيا، أن الاختلاط واقع حال، هل تستطيع أن تغيره وتبدله؟ لو كنت تعيش في زرنوق صغير، في عقد، في شارع ضيق، بالنتيجة تحتاج إلى الخباز في خبزك وإلى النجار في صناعة دارك وأبواب دارك وإلى الحداد وإلى مختلف أصحاب المهن. أنت بالنتيجة تحتاج إلى غيرك، وغيرك أيضا يحتاج إليك. الاختلاط على كل حال واقع حال لا نستطيع أن نتخلص منه. لكن ما معنى المخالطة؟ أساسا الإمام علي هنا يأمر، ونعرف أن الإمام أمره واجب الإطاعة. لا يقول إذا شئت فخالط الناس، حينما يأتي الأمر، وكما يقول الفقهاء الأمر هو دليل الوجوب. إذا قال لنا ربنا أقيم الصلاة فلا بد أن نقيم الصلاة، الأمر ما متروك لخيارنا نحن، إذا تطوعنا بالصلاة فهو خير وإلا فلا نعاقب على ذلك. الإمام هنا يأمر، خالق الناس. وإن كان بعض المفسرين مع الأسف
يقولون إن الأوامر الأخلاقية ليست واجبة. عجيب، ليش الأوامر الأخلاقية مو واجبة؟ يعني إذا جاء أمر من الله أوفوا بالعقود لا يدل على الوجوب لأنه أمر أخلاقي. شنو الأخلاق أساسا؟ مو هي من الواجبات؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لا يوضع في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة أفضل من حسن خلقه. الأخلاق من الواجبات لا شك في ذلك. فإذا أمر النبي أو أمر أحد من أوصياء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأمر أخلاقي فهذا يدل على الوجوب وليس على الاستحباب، وعلينا أن نطيع ولا نعتبر ذلك أمرا تطوعيا، إن شئنا فعلنا وإن شئنا لم نفعل. ثم إن المخالطة كلمة معناها واضح في اللغة العربية، خلط الشاي بالسكر، يعني وضع السكر في الشاي ثم أداره حتى أصبح كل جزء من الشاي مختلطا بجزء من السكر. خلط العسل باللبن، خلط معناه واضح، وهو أن تكون واحدا من الناس، لا أطول منهم ولا تعتبر نفسك أكبر منهم ولا تتكبر عليهم، أنت واحد من هؤلاء الناس من خلق ربنا. رب العالمين عادة يجعل طول الناس شبه متساوية، واحد شوية أطول شوية أقصر، في موسوعة الأرقام القياسية مترين ومقدار مثلا هذا يعتبر أطول إنسان على وجه الأرض، لكن بقية الناس تقريبا متشابهين في أجسامهم. ليش؟ لأنه إذا كان واحد شوية أطول من البقية قد يظن أنه أعلى منهم وأن له كرامة على الله عز وجل ولذلك جعله أطول. عمي أنت عندك عينين وغيرك عنده عينين، أذنين غيرك أذنين، لسان وشفتين غيرك مثلك، كما في جسمك ما يختلف كذلك في عقلك. لا تعتبر نفسك تملك عقل الكل وأنت أفهم من غيرك. الله وزع العقول على الناس، نعم من جمع عقول الناس إلى عقله كان أعقل منهم، من جمع قوى الناس إلى قوته كان أقوى منهم، من جمع أموال الناس إلى ماله كان أغنى منهم، لكن بشكل عام رب العالمين ساوى بين الناس. الناس سواسية كأسنان المشط كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا روحك خاصة وتختلف عن الآخرين استثناء ولا فيما يرتبط بجسمك. إذن ما دمت مثل الناس ومن ثم تحتاج إلى الناس ويحتاج الناس إليك، إذن خالط الناس، كن وياهم، كن وياهم في المخالطة. أولا المخالطة بحاجة إلى التعرف، شخص متعرفه تستشعر الرهبة منه، الناس أعداء ما جهلوا، فإذا جهلت شيئا كنت عدوا له. الخطوة الأولى في المخالطة والتعاون مع الآخرين أن تعرفهم. يا أيها الناس، هذا هم خطاب عام في القرآن الكريم، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف، حتى واحد يعرف الثاني تعرف عليه. إذا كنت في محل جديد تعرف على الجيران، وإلى 40 بيت يعتبر جيران، تعرف على البقال، تعرف على العطار، تعرف على النجار، تعرف على سائق التاكسي، تعرف على الناس، هذا في مصلحتك. الله يرحم موتى المؤمنين والمؤمنات، الوالد كانت عنده الصفة إذا أراد أن يشتري شيء من أي بقال أو عطار أو نجار أو أي شخص، أول شيء تصادق وياه. أحياناً مرة واحدة راح يشتري من عنده، مو أنه هذا صاحب هذه المهنة وصاحب هذا المحل باعتباره جيراننا ودائماً نمر عليه كان صديقه، لا، بالطرقات ونحن مسافرون كنا نصل إلى بقال أو عطار أو ما شابه ذلك
والوالد يريد يشتري شيء بسيط، أول شيء يتعرف عليه، يتصادق وياه ولو خلال دقيقتين أو ثلاثة، ثم يشتري منه البضاعة. أن تعرف الآخرين وأن تصادق معهم. شلون تتصادق وياهم؟ اسأل من عنده، أنت كم عمرك؟ عندك أولاد ما عندك أولاد؟ بيتك وين؟ الأجواء شلون؟ شغلك شلون؟ مرتاح من شغلك أو لا؟ يكفيك الشغل أو ما يكفيك؟ هذه الأسئلة البسيطة العادية حينما تسأل من الشخص إذا تعرفه، وحينما تسأل من أمور ترتبط به وتمدح ما فيها من صفات حسنة يميل إليك بشكل طبيعي. يقول أحدهم ذهبت إلى بريد في الأيام اللي البريد كان يعمل عمل مهم، الآن ما في حاجة إلى البريد كثيرا. يقول شفت الموظف هناك دا يمشي أعمال الناس وازدحام عليه ومن الصبح، وهذا يتكلم وياه وذاك يصيح عليه، فأعصابه كلش تلفانة وتوتر الأعصاب جدا. فيقول يما وصلت إلى شفت هذا مشط شعره بشكل حلو، قلت له والله شعرك حلو. قال صدق؟ كيف أنه مدحت شعره؟ قلت له إيه. قلت له بعدين يبدو عملك متعب وأنت تتحمل. قال إيه، من الصبح إلى انتهاء الدوام أنا ما أقدر أحك راسي. قلت له الله يساعدك، مفروض يجيبون واحد مساعد لك. فارتاح لي، مشى شغلي بسرعة وقام لي وصافحني، ما خسرت شيء، كلمتين مدح بسيط لشيء ما. وما في أحد من الناس إلا ولابد أن يملك صفة حسنة. حاول تعرف الصفة الحسنة. شوف الناس خليط من الخير والشر، الله أودع في الإنسان النفس اللوامة وهي خير، كما أودع في الإنسان النفس الأمارة بالسوء. أنت تعامل مع الجزء المليان من كأس نفوس الناس، تعامل مع الجزء المليان، تعامل مع ذلك الجزء الطيب في الناس، اتعامل مع النفس اللوامة فيهم وليس النفس الأمارة بالسوء. المخالطة أن تظهر إذن كواحد منهم لا أكبر ولا أطول، لأن الناس إما إخوان لك في دين أو نظراء لك في الخلق. شو يتميز عليهم أنت؟ في داخلك ما لازم تشوف نفسك أكبر، لأن فعلا مو أكبر، واقعا مو أكبر. الإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول إذا رأيت واحد أكبر منك سن قل هذا أحسن من عندي. ليش؟ لأن عنده طاعات، عبد الله أكثر، صلى أكثر، صام أكثر. وإذا شفت واحد أصغر من عندك قل هذا أحسن من عندي. ليش؟ لأنه ما عصى ربه بمقدار ما أنت عصيت، عمرك طويل، يومية إذا معصية واحدة فأنت معاصيك أكثر من عنده. تعامل مع الناس وكأنهم أفضل منك واحتمالا أفضل منك. ولعل أحدهم ولي من أولياء الله، إن الله أخفى ثلاثا في ثلاث، أخفى وليه بين الناس، وأخفى ليلة القدر في ليالي القدر ليالي شهر رمضان، وأخفى قبول الأعمال في الأعمال. ما معلوم يا عمل من أعمالك الله قبل. وليلة القدر مو ليلة معينة، هي ليلة من ثلاث في شهر رمضان المبارك. والأولياء أيضا أحيانا هذا الذي تتعامل معه يتقدم عليك في الجنة بألوف السنوات، ولعلك تحتاج إلى شفاعته يوم القيامة. فتعامل مع الناس وكأنهم أفضل منك وأحسن منك. طبعا هذا لا يعني أن تكون عليك صبغة الأشرار منهم، لا، خليك على صبغة الأخيار، خليك على صبغة الله. حشر مع الناس عيد مو في كل شيء، فإذا رأيت أن الناس يعصون ربهم فلا تعني المخالطة أن تعصي ربك، لأن الإمام علي قال خالط الناس، قال خالط الناس، لكن في شرط وشروط. كلمة الناس هنا يعني هؤلاء الأشرار والأخيار، الصالحين والطالحين، المثقفين وعامة الناس. طبعا المجتمعات تنقسم إلى طبقات، طبقة العلماء، طبقة الأطباء، طبقة المهندسين، طبقة الأثرياء، وطبقات أخرى، هذا ما في شك.
لكن حينما نقول ناس فيعني عامة الناس. قالوا أيام اللي كانت وسيلة النقل في داخل المدن عبارة عن عربة يجرها حصان، فهذا الشخص اللي عند هذه العربة واحد جلس إلى في عربته فقام يتكلم كلام بذيء، فهذا كان رجل محترم يحترم نفسه من العلماء، التفت إلى سائق الحصان قال له وقف أريد أنزل، قال له ليش؟ قال له شو الكلام البذيء اللي عندك؟ قال والله طلبت من المراجع يسوون أصحاب العربات ما حد من عندهم قبل، طلبت من الأطباء ما قبل، عمي أنا واحد من هؤلاء الناس، سائق العربة سائق التاكسي وما لازم يكون عالم من العلماء، العالم تريد تصادق وياه جيد، بس الجاهل متى تصادق وياه؟ متى تتعرف عليه؟ متى تتعامل وياه بأخلاق حسنة؟ ليش؟ خالط الناس جميع الناس، كما القرآن يخاطب الناس يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فماكو تمييز، لأنك ذكر فأنت أفضل عند الله، لا ما عندنا هذا الشيء، لأنك أنثى فهي أحط قدرا عند الله، لا إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، حتى واحد يعرف الشخص الآخر. إذن الناس تعني الأخيار والأشرار والصالحين والطالحين والعلماء والجهال، هؤلاء الناس. أنت مكلف بأن تضع الناس على مواقعهم ومنازلهم، صحيح العالم له احترامه الخاص هذا ما في شك، مو معناه نزل مستوى تعاملك مع الطبقات الأعلى من المجتمع، لكن بقية الناس لا تحط من قدرهم باعتبارهم بشر ومن خلق ربنا وليس من خلق إله آخر. هذه الكلمة صراحة ترتبط بالعلاقات ما بين البشر وتعطي قاعدة عامة نحتاج إليها دائما في التعامل مع غيرنا. قضية العلاقات العامة، قضية العلاقة مع الإخوة، قضية العلاقة مع الأصدقاء، قضية العلاقة مع أصحاب المهن، مع أصحاب العمل، مع أرباب العمل، هي فرد قضية جدا واسعة. الإمام ده يعطيك فرد قاعدة عامة، إذا تروح بالتفاصيل فهناك لك الكثير من الروايات والكثير من الأحاديث والكثير من القواعد السلوكية التي يحتاج إليها الإنسان في التعامل مع الأصدقاء، في التعامل مع العلماء، في التعامل مع مختلف طبقات المجتمع، لكن كقاعدة عامة خالط الناس مخالطة، ومخالطة اسم مصدر عام يعني بشكل عام في مختلف الأمور. إن عشتم معها فتشكل خالطوا بطريقة اللي إذا بقيتوا حنوا إليكم، وإذا في يوم من الأيام رحلتوا عن هذه الحياة حزنوا وبكوا عليكم. حن أي مال إلى الشيء، الإنسان يحن إلى ماذا؟ أنت تحن إلى الوردة في أيام الربيع، وتحن إلى أشعة الشمس في أيام الشتاء، وتحن إلى البحر في الصباح الباكر، أنت تحن ترتاح إلى هذا الشيء. ليش تحن إلى الوردة؟ لأنها تعطيك أمرين، العطر الفواح والمنظر الجميل. تحن إلى منظر البحر، لماذا؟ لأنك تسر إذا نظرت إلى البحر. أنت تحن إلى أشعة الشمس في الشتاء لأنها تعطيك الدفء. شيء هالأشياء تعطيك، مو أنت اللي تعطيهم، أنت تعطي الوردة لا، الوردة تعطيك، أنت تعطي البحر مثلا المسرة لا، أنت تعطي الشمس دفءا لا، هي تعطيك. ولأنها تعطيك شيئا ما وترتاح فأنت تحن، تحن إلى الوردة في أيام الربيع وإلى البحر
في الصباح الباكر وإلى الشمس في أيام الشتاء، وتحن إلى من يدخل السرور في قلبك. شوف أداش كانت الواحد بس ما يقعد يشتكي، بارح بالليل ما قدرت أنام، أسناني كانت توجعني، عندي مشكلة مالية، ابني ما يسمع كلامي، جيران لي يأذونه. مرة مرتين تسمع ملأ، بعدين نقول هذا دا يتكلم شيش بيش، هذا ولو في المشاكل شو أسوي؟ لكن إذا فرد واحد يوم اللي تلتقي فيه يبتسم في وجهك، ترتاح إليه، متفائل، يعطيك شيء ينفعك. ما أقول قضايا مالية، طبعا القضايا المالية في مكانها، المقصود هنا ليس أن تعطي الناس أموال، أن تعيش معهم، علاقاتك الحسنة، أخلاقك الجميلة الحلوة مع الناس. ما الذي يجذب الناس بعضهم إلى بعض؟ شو اللي يجذب واحد إلى واحد؟ يقضي حوائجهم؟ إيه هذا يجذب. خلي فرد الواحد يوقف في الشارع وكلما مر أحد يعطي مبلغ من المال لهم، كل الناس يتجمعون حوله. إذا رأيت أحد يقضي حوائج الناس فأنت صاحب حاجة تذهب إليه وتحن إليه، وإذا أعطاك موعد كلش ترتاح إليه لأنه راح يقضي حاجتك. لكن مو بس هذا، حينما يجد الاحترام منك، حينما تسلم عليه، حينما تبتسم في وجهه، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. حاول أن تكون وردة في المجتمع، حاول أن تكون بسمة لقلوب الناس، حاول أن تخفف عن معاناتهم. تدري كلمة جميلة لشخص مصاب عنده مشاكل، فأنت تواسيه فيما يعاني منه، يكيف من عندك، يرتاح لك لأن أنت واسيت. أو إذا حليت مشاكلهم الاجتماعية وغيرها بطروحاتك وحلولك. مجالات العطاء إذن أوسع من المال، أوسع من الملك، أوسع من الجاه. شوف بعض الناس يظنون أنهم إذا قالوا للآخرين أنا عندي بيت كبير، عندي أموال وعندي منصب، الناس يلتفون إليهم. أبدا، الناس يهربون من أمثال هؤلاء، أنت عندك وأنا ما عندي. البعض يريد يبين علمه فيريد الناس يلتفون حوله. لا، علمه بمقدار ما يعطي نعم، لا بمقدار ما يحتفظ به يفتخر عليهم يرائي أو يماري. أصلا عندنا روايات ما أنه الشخص اللي يطلب العلم لكي يجادل الآخرين، لكي يبين أنه أقوى من عندهم، أفضل من عندهم، هذا حرام، هذا شرعا في إشكال شرعي. أنت جرب غدا حينما تمشي في الشارع، إذا رأيت إنسان يجي من أمامك سلم عليه، إذا شفت رجل أعمى يريد يعبر الشارع ساعده، إذا شفت جنازة امشي وياها 7 خطوات لقضاء حوائجك ولك الأجر والثواب. شوف إيش قد أنت ترتاح، قلبك يرتاح، تعيش حالة إيجابية متفائلة، غير الناس يرتاحون لك. أنا صاير بعض الأوقات بالشارع إذا أمشي شوف جنازة، حينما تكون الجنازة أمشي وياها، ما أعرف صاحب الجنازة ولا أعرف الذين يمشون خلف الجنازة، بس أشوفه هو يرتاحون إلي. ليش؟ لأنني احترمته ميتهم، يتشكرون من عندي أنه أنت مشيت مع هذه الجنازة، غير قضاء الحوائج. في الحديث الشريف للمسلم على المسلم 6 خصال. طبعا الواجبات تجاه الإخوان كثيرة، وهذا الكلام مو عن الإخوان وليس بين المؤمنين، إنما المسلم والمسلم وإن اختلف معك في المذهب. للمسلم على المسلم 6 خصال. الأول يسلم عليه إذا لقيه. والغريب أن القاعدة العامة أن الواجبات ثوابها أكثر من المستحبات، لذلك ربنا أوجب علينا بعض الأعمال لكي يعطينا الأجر والثواب. ما في شيء عندنا أكثر أجرا من الواجبات إلا في قضية السلام. أنت تسلم عليه عمل مستحب، هو يجيب عليك عمل واجب، بس ثوابك أكثر لأنك بادرت. يسلم عليه إذا لقيه، ما يقول يجيب على سلامه إذا لقيه، يبادر يسلم عليه إذا لقيه.
ويجيبه إذا دعاه. قال له تعالي روح. يطوف مع الإمام المعصوم حول الكعبة، طواف واجب، والطواف الواجب ما لك حق تقطعه. الطواف حول البيت صلاة مثل الصلاة، ما لك حق تقطعه. وإذا الإمام يلتفت يشوف واحد يأشر على صاحبه، يقول أيريدك، هذا يريدك ما بين هؤلاء الناس؟ قال نعم. قال اذهب له. قال اقطع الطواف. قال يقطع الطواف، اذهب له واقضى حاجته. راح ذاك عنده شغل وياه، راح اشتغل وخلص واجا، قال له تكمل، ما يحتاج تبدا من جديد الطواف، قضيت حاجة مؤمن. ويجيبه اذا دعاه، ويسمته اذا عطس. اذا عطس يقول له يرحمك الله، يسمته حتى لو كان بعيد، حتى لو ما يسمع، انت عليك ان تسمته، مو بالضروره يسمع من عندك. ليش؟ لان الانسان حينما يعطس كل اجهزته تتوقف بما في ذلك قلبه، لحظه توقف كل شيء يسمى من جديد. لذلك تقول يرحمك الله، يعني الله رحمك اعطاك عمر جديد. ومن هنا لا يستطيع الإنسان أن يعطس وعيناه مفتوحتان، عادة عينه تنسد في لحظة. طبعا على كل حال، ويسمته إذا عطس ويعوده إذا مرض. فلان مريض، روح زوره، لك الأجر ولك الثواب، وهذا حق من حقوقه عليك. حينما يقول الحديث حق، يعني يوم القيامة يستطيع أن يطالبك بحقه. أنا صرت مريض وما أجيت تزورني، طلبتك في شغلة ما قضيت حاجتي، مثلا مريت من يمك ما سلمت علي. وبعد، ويحب له ما يحب لنفسه، ويشيع جنازته إذا مات، يشترك في تشيع جنازته. هذا حق المسلم على المسلم. حقيقة لو هذه الحقوق وضعناها موضع التنفيذ في مجتمع، في مدينة، في قرية من القرى، إيش قد الترابط يكون جميل ما بين الناس، إيش قد التعاون يزداد. لأنه تسلم عليه وتسمته إذا عطس، وتجيبه إلى إذا دعاك، وتحب له ما تحب لنفسك. هاي الأشياء تخلي الناس يتعاونون فيما بيناتهم. ليش في بعض البلاد احنا غير قادرين على ان نفتح شركات؟ بقال، اخوانهم بقالين، ما يقدرون يتعاونون مع بعض يفتحون سوبر ماركت، ما يقدر يشاركون مع بعض. هذا وحده وذاك وحده، تعاون ما في المجتمع. ويد الله مع الجماعة وليست مع الافراد. غيرنا يعمل شركات حتى في أبسط الأمور، فتتقدم صناعاتهم، أعمالهم، تجارتهم، لكن إحنا نتأخر، لأن غير قادرين على أن نكون مجتمع مترابط متعاون في مختلف الأمور. وإذا متم بكوا عليكم، أفضل مثال حقيقة لتطبيق هذه الرواية، يعني منو كان يمثل هالنوع من البشر؟ هم أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إلى الآن نحن نحن إليهم، نحن إليهم ونقول يا ليتنا كنا معكم، يا ليت أنا في ذاك الزمان أكون قريب من عندك. ألا تحن إلى علي سلام الله عليه؟ ألا تحن إلى الإمام الغائب عجل الله تعالى فرجه الشريف، وتذكره في كل يوم، وتدعو له وتطلب من الله أن يعجل في فرجه؟ ألا تبكي عليهم بعد مرور أكثر من 1370 عام تبكي على الإمام الحسين؟ هل فقط لأن فاجعة الحسين هي فاجعة عظيمة في التاريخ وبشكل طبيعي تستدر العواطف؟ ليس هذا فقط، لأن الحسين كان وردة يجب أن لا تقطف. يعني هل يد الكريمة من أكرم الأيدي أو أكرم يد في حياته عندما كان إمام مفترض الطالعة
طاعة، هل كانت هنالك يد أكرم من يده؟ هاي اليد يجب أن لا تقطع. هذا الشخص الذي يحب الناس ويعطي الناس ويسقي أعدائه، يعني الناس تحب الصفات الحسنة والأخلاق الحسنة والعطاء. على كل حال هذا أفضل مثال حقيقة، أنه بعد أكثر من 1000 عام نحن نحن إليهم ونتمنى لو كنا في حياتهم ونبكي عليهم. لكن هذا في الحقيقة ما يقتصر على هؤلاء، أي إنسان بمقدار ما يحسن إلى إنسان ثاني. أحسن إلى من شئت تكون أميرة، أنت تكون الأمير مال. وحتى الناس اللي مو هالقد من الصالحين لكن كريم النفس الناس يرتاحون إليه. حاتم الطائي يضرب به المثل في الكرم، حتم الطائي ما تكافر مع أنه عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد قال النبي لابنته سفانة قال حقا لو كان أبوك امرأ مسلما لترحمنا عليه. صفات اللي كان عندها صفات المؤمنين. حتم الطائي يضرب به المثل في الكرم لأن عنده فالصفة حسنة، وإن كان عند الله غير مقبول الأعمال ورب العالمين لا يغفر أن يشرك به. في قصص التاريخ يذكر أن البرامكة الذين كانوا مقربين إلى هارون الرشيد جدا كانوا يتمتعون بصفة الكرم، كانوا كرماء. في ناس كثيرين حول الملوك حول الزعماء حول الأمراء لكن بخلاء، هو يجمع الأموال بس ما يعطي للناس. في بعضهم كانوا كرماء، برامكة كانوا كرماء. مع قطع النظر عن موقفهم من هارون الرشيد وقربهم إليه وهو رجل ظالم من الملوك الظلام في التاريخ، لم يكن رشيدا في أعماله ومواقفه وإن كان رشيدا في اسمه. هارون الرشيد هذا البرامكة اجتمعوا حوله بعدين غضب عليهم وقضى عليهم. المأمون العباسي مثل بقية حكام الجور والطغيان، إذا هم غضبوا على واحد كل الناس لازم يغضبون عليه، وإذا هم رضوا عن واحد كل الناس لازم يرضون عنه، لأن يرون أنفسهم الموازين، المحور هو والميزان هو. فإذا غضب على شخص بعد ما حد إلى حق يمدح، ما حد إلى حق يذكر اسمه. كم من اعتقالات تحدث اليوم ونحن في القرن 21، لأن الحاكم الظالم كان ضد شخص وأخذه وقتله ودفنه سرا ولم يعلن عن موضع قبره. أنت إذا جبت اسمه يعتقلك، أنت إذا جبت اسمه يذبك بالسجن. هذا هو ميزان الطغاة، طغيان يعني شنو؟ هذا مظهر من مظاهره. مأمون العباسي اللي قتل أخوه الأمين حتى يستتب له الأمر والحكم، هذا كان مخلي جواسيس لا يكون أحد يذكر البرامكة بخير. بس البرامكة أبوه طيح حظهم، قضى عليهم، قتلهم، خلصهم، انتهوا. لا، بعده كان مخلي جواسيس لا يكون أحد يذكر البرامكة لأن أباه غضب عليه. سمع أن أكو خرب دور يحيى البرمكي وجعفر البرمكي، وأن رجلا يأتي إلى هناك ويبكي عليهم ويذكرهم بخير. يقول أحدهم طلبني في الثلث الأول من الليل، قال سمعت أن أحدا يأتي إلى دور البرامكة ويندبهم ويبكي عليهم، ودزوا وياي 2، قال خذ هذول 2 روح وجئني به، اختفي في هاي الخربة، شوف إذا إجا وقام يمدح أخذ بالجرم المشهود. يقول جئت واختفيت أنا واللي وياي، وإذا بشاب إجا وجاب فرد كرسي ورجل كبير في السن جلس عليه وبدأ يقرأ هاتين البيتين من الشعر: ولما رأيت السيف جندل جعفرا، جعفر البرمكي، ونادى مناد للخليفة يا يحيى، يحيى عم جعفر، وهو الذي أيقظ هارون الرشيد من النوم وبايعه كخليفة، قال انت صرت الخليفة، بكيت على الدنيا ولما رأيت
ولما رأيت السيف جندل جعفرا ونادى مناد للخليفة يا يحيى بكيت على الدنيا وزاد تأسفي عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا أخذته أجب الخليفة. قال اسمح لي أن أوصي، أنا أدري الخليفة يأخذني يعني راح ملح. أخرج ورقة وقلم وكتب الوصية وأعطى له هذا الشاب غلامه، قال له روح له عمي في أمان الله. أخذته إلى المأمون العباسي، قال من أنت؟ تمنه وبماذا أوجبت أو استوجب منك البرامكة أن تأتي إلى خرائب بيوتهم وتبكي عليهم؟ تمنه وبأي حق تبكي على البرامكة؟ وأبوي غضب عليه. قال أنا المنذر ابن المغيرة من أولاد الملوك وكنت أعيش في دمشق، لكن الدنيا أدبرت عني كما تدبر عن الرجال، فخرجت زالت نعمتي فخرجت من دمشق وجئت إلى هنا، جئت إلى بغداد ومعي أكثر من 30 امرأة وصبي وصبية، وين أروح؟ فكنت أهيم على وجهي في الطرقات، وإذا بمسجد دخلت المسجد رأيت أناس لابسين ملابس جميلة مرتبة، أنا مجلست وياهم وين أروح؟ خلي أقعد أشوف شكو ماكو. فأخذونا إلى بستان، جابونا إلى فرد بستان، ورأيت رجل جالس على كرسي ولابس ملابس غالية، جبة خز وأشياء مزركشة، وإلى جنبه شاب، وإذا به مجلس عرس مجلس عقد. ثم جاء الغلمان وقدموا لنا في أواني من الذهب القهوة، ثم جاءوا وعددنا كان 110، وعددتهم أنا شبت 110، فجابوا لكل واحد صينية صحن من الذهب وفيه 1000 دينار، صحن الذهب بذاك الحساب وألف دينار تتزوج 4 زوجات فيه، 1000 دينار تشتري بيت، من جملة قدموا لي، يفكرون أنا من المدعوين بس أنا غريب. تورطت، كل واحد شال الصحن ماله ووضعه تحت إبطه، والألف دينار خلاه في كمه، بس أنا أخاف، أخاف مو من حقي وأشيله ويعاتبوني. بعدين واحد واحد قاموا يروحون، أنا ما أدري إيش أسوي، أشار إلي الغلام قوم اطلع شيء، أنا مشيت خليته تحت إبطي والألف دينار، بس التفت يمين يسار ليكون الجلاوز يجون علي. فناداني يحيى تعال، ما الذي بك؟ ليش خايف من شنو؟ قلت له سامحني، أنا ابن ملوك وأنا فقير الآن وجئت من دمشق إلى هنا، بالصدفة رحت في هذا المسجد أنا ما أدري، فدعونا أخذونا ما حد قال لي تجي وياني. قال اجلس. سلمني بيد أحد من عندهم من الجماعة، قال أكرم مثواه، فأخذني إلى مكان وسعائلتي خليتهم بالطرقات، فأدخلوني في بيت أكرموني، تفضل هنا. أنا يقول أنا ما استحي أقول عندي عائلة، أخاف يطردوني، روح أنت ومشاكلك جاي علينا. بقيت يوم يومين ثلاثة، ثالث يوم قلت خلي أروح أشوف عائلتي ماتوا من الجوع من العطش صار فيهم. فقلت لأحدهم اللي كان موصي علي يحيى البرمكي أنه أنا عندي عائلة تركتهم، قال ما يخالف، إحنا رحنا دورنا لقينا عائلتك، جابني إلى فرد قصر والعائلة مرتاحة في الديباج والحرير مكيفين هالثلاثة أيام، وأعطاني مفاتيح البيت وقال يحيى يقول تأتينا دائما، فصرت من ندمائهم وظن الناس أني من البرامكة ولست من البرامكة، لكن حينما هارون الرشيد ضرب البرامكة من جملة صادر أملاكي وصادر بيتي ورجعت إلى ما كنت عليه في بداية دخولي بغداد. فقال من اللي صادر أملاكك؟ قال فلان. فناداه جيبه قال تعرفه؟ قال إيه هذا واحد من البرامك وأنا صادرت أمواله مثل ما صادرنا أموال بقية المرابك. قال رد عليه أملاكه، قال ما يخالف روح باكر روح أخذ أملاكك، وأمر لي بمبلغ من
مال. فبدأ يبكي. هذا منو ده ينقل؟ هو ذاك الشخص اللي المأمون قال له روح تشوف هذا واحد ده يبكي جيبه. يقول بدأ يبكي إضافة. فقال له المأمون، قال يا هذا قد أحسننا إليك فما يبكيك، احنا أعطيناك بيوتك وأعطيناك أيضا مال، ليش تبكي؟ قال أيها الأمير، هذا رجعت البيوت مالتي والفلوس من صنيع البرامكة، فلو لا لم آتي خراباتهم فأبكيهم وأندبهم حتى وصل خبري إليك لما أرجعت إلي ما أخذوه مني. ما كنت تعطيني هالأشياء، هذا هم من صنايع البرامكة. فقال المأمون لعمري، لهذا من صنيع البرامكة فعليهم فبك وإياهم فاشكر ولهم فأوفى ولإحسانهم فاذكر. روح ما يخالف، ما في مشكلة. خالق الناس مخالقة إن عشتم معها حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.